ضمن حملاتها الطبية المجانية، نظمت مؤسسة الهدف للتدريب، وهي مؤسسة غير ربحية، يوما طبيا مجانيا في كنيسة مار إلياس بمرج الحمام، بمشاركة أطباء أردنيين متطوعين من مختلف التخصصات الطبية. وقالت مديرة المؤسسة مران معايعة إن هذه الحملة تأتي ضمن حملات واسعة ومكثفة تشمل كافة محافظات ومناطق المملكة، وتعالج يوميا نحو 350 حالة من المراجعين الأردنيين واللاجئين، وتقدم لهم الأدوية المجانية. منعالج ومنساعد تقريبا 350 باليوم مريض من مختلف محافظات المملكة، بغض النظر عن الدين، عن من أي بلد عم بيجوا، لأنه إحنا بهاي البلد إحنا وحدة وحدة. العراقية هلأ بفترة متألمين فيها، إحنا منوقف معاهم. في كتير عائلات أردنية محتاجين هذا الدعم الطبي، برضو إحنا منساعدها منوقف معهم. عنا بهاي الحملة، غير عن كل الحملات اللي بيجوا متطوعين من برا، الدكاترة جميعهم أردنية حبوا يعطوا من وقتهم. عنا دكاترة نسائية، عام، جراحة، غدد، أطفال، يجوا كلهم مع بعض عشان نقدر نساعد فئة محتاجة من مجتمعنا الأردني. كوحدة واحدة إحنا هون عم نكون موجودين، ومنقدم الأدوية مجانية لكل مريض عم بتعالج.